حديث الحوض، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني فيذادون عن الحوض فأقول أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي زيادات يقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا. طيب، قالوا هذا الحديث دليل على أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ويذاد عن الحوض، بدليل قول لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. وفي رواية قال سحقا سحقا بعدا بعدا، فقالوا هذا دليل أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد أو من كان منافقا أو غير ذلك من الطعون التي يطعون فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرد على هذه الشبهة، أولا نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي قد يراد منهم المنافقون الذين كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، لأن المنافقين على قسمين: قسم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم معينة، قسم لا يعرفهم صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فبين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعض المنافقين، فقد يكون هؤلاء من المنافقين الذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد لقضية مهمة، ألا وهي أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم، البعض كان يكون الله تعالى نص عليهم قال هؤلاء منافقون، أو هم أظهروا نفاقهم، أو يعرفهم من لحن القول، لكن هناك أيضا البعض الذي كان يخفي ذلك، إما أنه لم يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يفعل شيئا يدل على نفاقه، أو غير ذلك من الأمور، لكن الشاهد أن النبي لا يعلمهم بنص القرآن، أن الله تعالى قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني تعلمون يقينا أنه في غزوة أحد لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول، رجع معه تم قريب من ثلث الجيش، فإذا هناك منافقون يعلمهم أن هناك منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم القضية المشهورة لما رجع النبي من تبوك وأراد المنافقون أن يلقوه من فوق العقبة صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ فانصرفوا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم جميع المنافقين، وبالتالي قد يكون المراد بهذا الحديث المنافقين، وكان النبي يظن أنهم من أصحابه فيقول أصحابه، يقول لا هؤلاء المنافقون ما كنت تعلمهم، وإنما هؤلاء المنافقون، فيكون هؤلاء الذين يعني عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض. كذلك أن يكون هؤلاء المراد بهم المرتدون، إذا ارتدوا كانوا على الإيمان فعلا ولكنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء المرتدون لا يعلمه النبي قطعا صلى الله عليه وسلم، ارتدوا بعد وفاته صلوات ربي وسلامه، وبالتالي لما يأتي النبي يوم القيامة يظنهم من أصحابه لأنه مات وهم على الإسلام، ولكن بعد وفاته ارتدوا، فيأتي يقول أصحابه، يقول لا هؤلاء ارتدوا بعد موتك. وهذا هؤلاء صريح فيهم الحديث: لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. فيكون المراد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين كان يظن أو كانوا على الصحبة في حياته، وهذا لا يشكل على أهل السنة عندما يقول هذا تعريف الصحابي عندكم، لا تعريف الصحابي ومات على ذلك، هذا لم يموت على ذلك، لا يدخلون في تعريف الصحابي الذي اصطلحنا عليه. قد يكون المراد بهؤلاء المعنى اللغوي للصحبة كما ذكرت قبل قليل، وهو أنه لأن معنى المصطلح من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك أصطلح عليه متأخرا، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على كل من صحبه أنه صحابي، يعني المعنى اللغوي لكلمة صحابي، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاصطلاحي، وإنما يريد المعنى
اللغوي وهي المرافقة، وهي إيش؟ المرافقة، ولا يريد المعنى الاصطلاحي، بدليل قوله لما تكلم عبد الله بن ميسر وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر دعني أضرب عنقه، قال لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وفي حديث الآخر المشهور أيضا لما وقع خصام بين أبي بكر وعمر، فقال لعمر فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، مع أن عمر بالإجماع صاحبه، وراوي الحديث أبو الدرداء صاحبه، والصحابة الذين كانوا موجودين أصحابه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة إيش؟ خاصة، صحبة معينة، لا يريد الصحبة بمعنى الاصطلاحي، من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. فينزل الحديث على عموم الصحبة وليس على التعريف الذي اصطلح عليه أهل العلم بعد ذلك. قال بعض أهل العلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أصحابي لا يريد أصحابي هم الصحابة، وإنما يريد المرتدون عن أو المذادون عن الحوض، ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به إيش؟ من تابعه على هذا الطريق. وإذاك جاء في بعض الروايات قال أمتي أمتي، فيقال إنك لا تأذي ما أحدثوا بعدك، فيحمل حديث اللفظ العام اللي هو لفظ الصحبة على المقيد، يقيده لفظ أمتي، فيحمل على لفظ أمتي، فيقال المقصود به أمته وليس مقصود صحابته، ومن أمتي قطعا من يذاد عن الحوض، خاص من أهل البدع وغيرهم. خامسا، وهذا رد مهم جدا، وهو أن من يدعي الردة لبعض أصحاب لا يستطيع عصمة البعض الآخر، يعني لو جاء خارجي، لأن هذا الحديث يستدل به الشيعة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء خارجي فقال له الشيعي مثلا أن هناك من أصحاب النبي من يذاد على الحوض، فيقول له الخارج نعم منهم علي بن أبي طالب، هل علي من أصحاب النبي ولا لا؟ فيقول الخارجي الشيعي إيش؟ قطعا، قال خلاص أصحابي أصحابي علي منهم من يذاد على الحوض، كل الذين شاركوا في القتال يذادون على الحوض، علي وطلحة والزبير وكذا، هكذا يقول له، لا يستطيع أن يرد عليه، لأن اللفظ عام وهم يريدون أن ينتقوا، يقول أبو بكر يذاد، علي لا يذاد، عمر يذاد، جعفر لا يذاد، عائشة تذاد، فاطمة لا تذاد، هذه الانتقائية لا تقبل، لأن الحديث ليس فيه ذكر أسماء، فإما أن يوافقوننا على قولنا وهو أن المراد المرتدون أو المنافقون أو الأمة التي جاءت من بعد، يعني أناس من الأمة أو المعنى اللغوي، وإما أن يلزموا بأن عليا أو جعفرا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو غيرهم ممن يذاد أيضا عن الحوض يوم القيامة، هذا لا يقولونه به أبدا. واضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. جميل.